بإمكانكم بكل يوم بكل لحظة أن تقوموا بتقديم لو معلومة بسيطة ممكنها تساعد وتنقذ حياة أشخاص. أهلا بكم، نحن في مركز نجمة داود الحمراء في القدس، انضموا إلينا. أتعرفت على نجمة الدهود الحمراء طريق إعلان عن دورة مدمدين والسائقين. الوظائف التي أقوم فيها هم مدمدة سائقة سيارة إسعاف، وفي الوقت الأخير أخذ فحصات كورونا. أنسام الخطيب، سائقة إسعاف العربية الوحيدة الموجودة حاليا في نجمة الدهود بمنطقة القدس، فحصة كورونا مسعفة ومضمدة. أولاً، نجمة الدهود الحمراء هي منظمة إنقاذ وإسعاف أولي في إسرائيل، وبالنسبة إلي هي عائلتي الدائمة والمحبة التي تنادي بقيام واحترام الجميع. قررت الانضمام لنجمة الدهود كونها منظمة الإنقاذ الصحة الرسمية والأوسع انتشاراً في المنطقة. خدماتها بتشمل جميع الأطياف وجميع الفئات دون استثناء، بتقدم الخدمة الصحية والإنسانية. لذلك قررت أنه أنضم كطبيبة وكإنسانة تحب المساعدة ولمساعدة المجتمع العربي أيضا، كونه يعاني من نقص في المسعفين والمسعفات بشكل خاص. رسالتي إلى الشباب وإلى الفتيات، ساعدوا أنفسكم على التقدم والنجاح، تقدمكم ونجاحكم تقدم البيئة وتقدم الأجيال القادمة. أنا شخصياً أؤمن بأن السعادة تنبع من كمية العطاء اللي نقدمه للآخرين، والعمل التطوعي هو عمل يجلب الكمية من السعادة خاصة في إنقاذ حياة الأفراد. نحن نتواجد في فترة صعبة بسبب مرض كورونا، نطلب من الجميع الالتزام بالكمامة، غسل الأيدين بالماء والصابون، والابتعاد، ليس فقط حفاظاً على أنفسنا إنما أيضاً حفاظاً على الأشخاص الذين نحبهم وهم قد يكونوا معرضين للخطر. جائحة الكورونا لا أحد يعلم إلى الآن متى ستنتهي. أقل ما يمكن تقديمه أن نلتزم بالتعليمات.